أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية جديدة على شاشة قناة النيل للأخبار. كل عام وأنتم بخير. عام جديد، نأمل من الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا على الوطن وعلى العالم كله. مشاهدينا الكرام، ومع انتهاء عام 2023 حدثت العديد من الأزمات. في 2023 كان لها تداعيات اقتصادية على مصر والعالم، بالإضافة إلى تداعيات خلفتها سنوات سابقة نتيجة لأزمات حدثت في العالم كله، وكان لها تداعيات سلبية أيضا. استمرت هذه التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي خلال عام 2023، أبرزها أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها اقتصاديا وسياسيا على العالم، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من صعوبات اقتصادية على العالم بأسره، وكان لمصر نصيب منها. بالإضافة إلى هذا، وفي نهاية أو في نهايات عام 2023 وبالتحديد قبل نحو 3 أشهر، اندلع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي كان له تأثيرات سياسية واقتصادية على منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه التحديد على مصر أيضا. وقد استطاعت مصر في خضم هذه التداعيات والأحداث أن تقوم بدور بارز سياسيا واقتصاديا. على الصعيد الاقتصادي، أصدرت الحكومة عددا من القرارات واتخذت إجراءات للحيلولة دون أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وللتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري. بالإضافة إلى هذا، حرصت القيادة السياسية على أن تكون فاعلة في كل الأزمات التي حدثت، وأن تعمل على حل المشكلات سريعا أو التخفيف من وطأتها سياسيا واقتصاديا في مصر والمنطقة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع حصاد 2023 في مصر في سياق هذا التقرير، ثم نبدأ النقاش. في عام 2023 تجاوز الاقتصاد المصري عاما آخر من انعكاسات أزمات دولية وإقليمية متلاحقة جاءت متزامنة مع وصول أزمة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية إلى ذروتها، وارتفاعات متلاحقة لأسعار السلع ومدخلات الإنتاج، فيما حاولت الدولة التصدي لارتفاع الأسعار بمبادرات إتاحة السلع بأسعار معقولة أو بقرارات وقف تصدير بعض السلع، مع الاستمرار في تعزيز بيئة الاستثمار والمضي قدما في برامج الاطروحات والشراكة مع القطاع الخاص. الدولة أقرت في عام 2023 مجموعة من القرارات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية والشفافية داخل الاقتصاد المصري. وجاء في مقدمة هذه التحولات إقرار الحكومة التعديلات التشريعية التي تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة. كما جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 كي تعزز من التنافسية وشفافية بيئة الاستثمار من خلال العمل على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة. كما أقر المجلس الأعلى للاستثمار تحديد مدى زمني لموافقات تأسيس المشروع بما لا يتعدى 10 أيام عمل، مع العمل على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، مع التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية. المجلس الأعلى للاستثمار وافق أيضا على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، وذلك لتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي. العام 2023 شهد أيضا تقدم الحكومة في برنامج الأطروحات، والذي تم تنفيذه على مرحلتين. ضمت الأولى طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية،
بالإضافة إلى طرح آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. أما المرحلة الثانية فقد قامت فيها الدولة بالتخارج الفعلي من 7 شركات مع جذب استثمارات تقدر بنحو 2 ملياري دولار. الأداء الاقتصادي للدولة لم يتوقف عند تحفيز الاستثمار، ولكنه امتد أيضا إلى المساندة الاجتماعية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار جراء انعكاسات الأزمات العالمية، وذلك من خلال عدة قرارات في مقدمتها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بالإضافة إلى اتفاق الدولة مع اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين على خفض أسعار السلع الاستراتيجية، وقرار وقف تصدير بعض السلع الزراعية إلى مارس 2024. كما وصلت الحكومة مبادرات توفير السلع الاستهلاكية من خلال المد المتواصل لمبادرات كلنا واحد ومبادرة أهل المدارس، بالإضافة إلى استمرار مبادرة أهل رمضان، بالإضافة إلى تخصيص 4 مليارات و140 مليون دولار في موازنة عام 2023-2024 لدعم الغذاء، وهي المبادرات التي حافظت على درع حماية للمواطنين من ارتفاعات الأسعار. الإجراءات الحكومية أسهمت أيضا في المحافظة على توجهات النمو للاقتصاد المصري رغم الضغوط الخارجية، ليصل معدل النمو في العام المالي 2022-2023 إلى مستوى 3.8%، وذلك ما أرجعه الخبراء إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. كما كشفت مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري عن نمو صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 بنسبة 10%، ليتجاوز في الشهور التسع الأولى من عام 2022-2023 مستوى 8 مليارات دولار. كما نجحت المالية العامة المصرية في السيطرة على عجز الموازنة في العام المالي 2022-2023 عند مستوى 6.2%، فيما تتوقع الحكومة عجزا بنسبة 6.9% في العام المالي 2023-2024. إجراءات الدولة لضبط التجارة الدولية المصرية خلال عام 2023 أسهمت أيضا في تحسن الميزان التجاري المصري مع العالم، حيث أكد البنك المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري لمصر شهد تحسنا ملحوظا في العام المالي 2022-2023، ليتراجع بنسبة 28.2%، ويقتصر على 31 مليار و200 مليون دولار، مدعوما بانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16 مليار و400 مليون دولار. كما نجحت سياسات الدولة في السيطرة على معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 7%، وهكذا تواصل الدولة المصرية إدارة اقتصادها بما يمكنها من تجاوز سنوات متوالية من التحديات والأزمات العالمية والإقليمية ذات الانعكاسات والضغوط الحادة على النشاط الاقتصادي في جميع دول العالم. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينكم، وعام جديد يا رب مليء بالأفراح والإنجازات على مسار الحياة يا رب. دكتور عمرو، أبرز ما ميز عام 2023 على الصعيد الاقتصادي داخليا في مصر؟ شوف، ابرز مميز الانجازات الاقتصاديه هو عام التحدي والصمود، وانا بسميه لان عام انت خارج فيه من ازمه كورونا. صحيح ان ازمه كورونا كانت 2020، لكن 21 و22 و23 اعوام استعاضه، كنا بنحقق قبل كده 6% و6.5%. صحيح ان احنا نزلنا في النمو الاقتصادي الى 3.5%، متوقع ان نطلع تاني، وده بقول نطلع تاني ل 3.5% و5% حسب توقعات البنك الدولي. ولكن ابرز ما يمكن ان انا اقول ليه ان دوله مع كل التحديات الاقتصاديه والسياسيه الموجوده في المنطقه
داخليا وخارجيا، عندك ازمه الحرب التي على مثيل على قائنا في غزه، ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه بلاد التهديد وتباطؤ اللي اتصل عليه من 100 ل 300 ده يعمل لك. دكتور عمرو عذرا للمقاطعه، لو حضرتك دكتور عمرو عذرا للمقاطعه، ولكن لو تقف في منطقه نستطيع ان نستمع اليك بوضوح. تفضل. وانت ما زلت بتحقق نمو اقتصادي وما زلت بتحقق انجازات وبتشتغل كمان في تنميه المشروعات القوميه، يعني بتنفق العمل. طبعا انا بعتبره انجاز على المستوى الكلي، على مستوى اداره الدوله. دكتور عمرو الصوت غير واضح، لو تكون في مكان يمكن ان نستمع اليك بوضوح من خلاله، لانني لا استطيع الاتصال بك مرة ثانية. فقدنا الاتصال بدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، سنحاول معادة الاتصال بك مرة ثانية حتى نتمكن من الاستماع إليك بوضوح. وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. دكتور كريم أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل عام وكل المصريين بخير. دكتور عمرو، كنت أسأل الضيف السابق عن أبرز ما ميز عام 2023 اقتصاديا داخليا. طبعا يعني هو عام 2023 بداية هو كان عام يعتبر يعني محمل بتأثيرات أزمات اقتصادية عالمية، وحمل أيضا بأزمات جيوسياسية، ولكن مع ذلك الاقتصاد المصري نجح في الصمود ونجح في تحقيق مؤشرات إيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة والمختلفة. دي نقطة مهمة جدا، يعني حتى وإن كانت النسب المحققة ليست بكبيرة، ولكن الصمود والحفاظ على الاستقرار في هذه القطاعات وتحقيق معدلات نمو إيجابية فيها هي نقطة مهمة ونقطة إيجابية ونقطة بتهم المستثمرين وبتهم المؤسسات الدولية. يعني أبرز هذه الأرقام المحققة، معدل النمو محقق 3.8%، ومتوقع أن يكون العام القادم يصل إلى 4.2%. الناتج المحلي الإجمالي أيضا وصل حوالي 11.84 تريليون مقارنة ب 9.8 تريليون. هناك العديد من التطورات في قطاعات اقتصادية هامة، وهي قطاعات بيستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي، بيأتي طبعا على رأسها قطاع الاتصالات والسياحة والصناعة. دكتور كريم، ونحن نتحدث عن هذه القطاعات وحضرتك توقعت أن تزداد نسبة النمو الاقتصادي من 3% إلى أكثر، في رأيك هل سيكون هناك قطاع يمكن أن نسميه بالحصان الأسود الذي سيكون قادر على قيادة الاقتصاد وباقي القطاعات وسيستند عليها الاقتصاد المصري خلال هذا العام الجديد 2024؟ يعني طبعا هو اعلى القطاعات المحققة لمعدلات نمو فيها هو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محقق حوالي نسبة نمو 16.3%، ويسهم في اجمالي هذا ما يسهم به في الاقتصاد الكلي. بالضبط. دي طبعا يعني ده مؤشر مهم جدا، لان هذا القطاع هو قطاع حيوي، قطاع يتعلق بالتحول الرقمي، يتعلق بتطور البنية التحتية الرقمية داخل الدولة المصرية ونجاح في اعتماد الأفراد والشركات والمستثمرين عليها، وأيضا التوسع في حجم الاستثمارات فيها. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو يعتبر هو نقطة التحول الحالية في اقتصادات العالم ككل، يتجه إلى هذا المجال باعتباره مجال آمن وقطاع هام للاستثمار فيه، وقطاع يعني غير ملوث للبيئة، قطاع بينتج ويضيف لفروع وقطاعات الاقتصاد المختلفة. عندنا طبعا أيضا قناة السويس والمناطق اللوجستية المحيطة بها،
دي نقطة مهمة أيضا، يعني محققة نسبة نمو يصل ل 11.9%. أيضا قطاع النقل واللوجستيات الدولة المصرية نجحت في يعني إنشاء القطار اللي بيربط ما بين الموانئ البحرية والجافة والقطاعات اللوجستية، والدولة المصرية كانت بتعتبر أيضا من أوائل الدول المطبقة للفاتورة الإلكترونية اللي بتساهم في تحول مصر لمركز تجارة عالمي. عايزين نضيف أيضا نقطة مهمة جدا، وهي برنامج الطروحات الحكومية اللي ساهم أيضا بصورة كبيرة في يعني تخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية، وسمح للقطاع الخاص والمستثمرين في الدخول فيها. دي نقطة مهمة في الفترة القادمة تجني ثمارها، سواء من حيث توفير الموارد الدولارية من النقد الأجنبي، سواء في دخول استثمارات جديدة، سواء في توفير فرص عمل مختلفة. نعم طيب. يعني أمرين مهمين أيضا يعني أود أضيفهم، هو قطاع الأمن الغذائي. قطاع الأمن الغذائي هام جدا في الأمن الغذائي، وهو الرابع عالميا. ده كان نتيجة أيضا لتطور في البنية التحتية الزراعية، في زيادة حجم الصوامع والسعة التخزينية لها، في تحسن البيئة الزراعية وشبكات الري، وأيضا تنفيذ أو تطبيق برنامج. نعم، وهذا يدفعني دكتور كريم إلى أن أطرح عليك سؤالا، ألا وهو حضرتك تحدثت عن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع النقل واللوجستيات، هذه هي أبرز القطاعات التي ستقود نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، ولكن ماذا عن القطاعات الإنتاجية كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي في الفترة القادمة، خصوصا مع الأزمات العالمية التي كانت لها تداعيات كبيرة على الحاصلات والمواد الغذائية الأساسية والأولية، وما ألقت بأعباء على المواطن خلال الفترة الماضية؟ يعني هو طبعا الدولة المصرية يعني تعمل على قدم الوساط في تحقيق الأمن الصناعي وتحقيق الأمن الزراعي، والدولة المصرية أصبحت بتعتبر هذه القطاعات هي من محددات وأساسيات الأمن القومي المصري، خاصة بعد الأزمات الأخيرة اللي حصل فيها تعطل في سلاسل التوريد والإمداد، وأيضا تعطل في يعني واردات بعض الدول المنتجة في الحاصلات الزراعية والتي نستورد منها. يعني وجدنا اتجاه كبير جدا لتطوير هذه القطاعات، وجدنا يعني قطاع الزراعة على سبيل المثال، وجدنا سياسات زراعية حديثة ومتطورة، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي في قطاع الزراعة. بمعنى التوسع الأفقي وهو زيادة المساحات المزروعة والأراضي اللي بيتم استصلاحها، والتوسع الرأسي في استخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة من شأنها زيادة المحصول وزيادة الإنتاج الزراعي من هذه الرقعة الزراعية. دي نقطة مهمة جدا، ويمكن في خلال الأزمات الأخيرة وجدنا عدم حدوث أي نقص في الأسواق من القمح أو السلع الاستراتيجية المستخلصة منه، وبالتالي ده يعتبر نجاح لقطاع الزراعة. وجدنا كما أشرت لحضرتك تطوير وإدخال تكنولوجيا حديثة ساهمت بصورة كبيرة في تطوير شبكات الري، في تحسين أحوال ودخول المزارعين. كل هذا الأمور بتنعكس انعكاس إيجابي على المجتمع وعلى الأفراد داخل المجتمع بتوفر منظومة غذائية آمنة ومستقرة ومستدامة. قطاع الصناعة أيضا يعني وجدنا العديد من الحوافز المختلفة اللي الهدف منها دخول مستثمرين جدد أو دعم قطاعات صناعية حالية. ولكن يعني هنا تقدر الإشارة أيضا إلى ما يعني خرج بالحوار الوطني المصري في المحور الاقتصادي من مخرجات، وجدنا تطبيق وبدء تنفيذ لمخرجاته فيما يتعلق بلجنة الصناعة أو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ويمكن هو ده اللي ساهم في يعني المنتصف الثاني من العام في تطور ملحوظ في هذه القطاعات منه.
دكتور كريم، على ذكر القطاع الصناعي، ما هي أبرز ما واجهه القطاع الصناعي في عام 2023 في مصر، وما هو أو ما هي الإجراءات التي اتخذت من الحكومة حتى تستطيع أن تزيل كل العوائق والمشكلات التي واجهت القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي المهم، أبرزه طبعا توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها من الأشياء التي يحتاجها هذا القطاع المهم والحيوي خلال الفترة القادمة؟ يعني هو طبعا كما أشرت لحضرتك كان في تطور يعني نسبي في عملية إدخال مستلزمات الإنتاج. كان هناك يعني بنتكلم على مستوى السياسات المالية، أيضا هنجد أن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات الخاصة بالحوافز الضريبية والإعفاءات اللي من شأنها دخول مستثمرين جدد في مشروعات جديدة. وجدنا أيضا المنطقة اللوجستية لقناة السويس بدأت يعني يتم اتخاذ إجراءات موسعة فيها من شأنها دخول مستثمرين جدد والاستفادة من يعني هذا الموقع اللوجستي الهام. دي كلها قطاعات أو يعني أمور بتخدم قطاع الصناعة وبتخدم يعني خلينا نقول حتى وإن لم نصل في وقت في مدى قصير للإنتاج الكلي ولكن أو الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة، ولكن خطوات مهمة اتخذت بتسهم نسبيا في تقليل فاتورة الواردات وتعظيم فاتورة الصادرات. طبعا يعني خلينا نقول أيضا إن السياسات نشير فيما يتعلق بقطاع الصناعة للسياسات النقدية أيضا، لأن قطاع الصناعة هو قطاع بيرتبط بسياسات مالية ونقدية. السياسات النقدية أيضا وجدنا البنك المركزي يعني على مدار عام 2023 وفي ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في كافة دول العالم لمعدلات الفايدة، إلا أن البنك المركزي المصري استمر لثلاث مرات متتالية تقريبا في تثبيت سعر الفايدة. كان الهدف منها إيه؟ كان الهدف منها تحريك السوق وجذب استثمارات وتخفيف تكلفة الاقتراض على المستثمرين الحاليين أو الجدد. دي كانت نقطة مهمة جدا، أنا بعتبرها نقطة جاذبة للاستثمار وبتحرك يعني التوسع في مشروعات حالية أو مشروعات جديدة لأي مستثمر. شكرا لك دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، انضم إلينا من جديد عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بك مساء الخير عليك. أهلا بك. في عام 2023 عمل الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، إلى أي مدى كان لهذا أو هذه الإجراءات التي قام بها الفيدرالي الأمريكي تأثيرات سواء إيجابية أو سلبية على الاقتصاد المصري وأيضا الاقتصاد العالمي؟ لا، هي كان ليها تأثير على الاقتصاد العالمي وليس فقط على الاقتصاد المصري، والفيدرالي كان مضطر توصيف هذا التأثير سلبي أم إيجابي أم بين بين؟ لا، ما لهاش تأثير على الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري والجنيه المصري مش مربوط بالدولار زي بعض العملات الأوروبية أو بعض العملات العربية. الجنيه المصري مش مربوط بالدولار، لكن هو كان تأثيره على الاقتصاد العالمي ومن ثم تأثيره على الاقتصاد المصري وعلى الاقتصاد العربي. البنوك الأوروبية والفيدرال ريزيرف اضطر ان هو يرفع سعر الفايدة عشان يواجه تضخم لم يكن موجود يعني منذ سنوات كبيرة، وليس فقط في الولايات المتحدة، يمكن وصل ل 10%، بريطانيا وصل ل 11%، احنا عندنا في المنطقة العربية وصل الى 30%، كان تضخم كبير جدا، لكن لم يكن له تأثير. في رأيي الشخصي لم يكن له تأثير. الفيدرالي الأمريكي والسياسة النقدية الأمريكية ليست لها تأثير إلا في فترات الفايدة اللي بتؤدي، وده اللي عملت يعني بلبلة في مصر في السنة قبل الماضية، هو خروج الهوت بنسميها الهوت ماني أو الأموال الساكنة اللي بتخرج وتنتقل من دولة إلى دولة. لكن أنا عايز أقول في هذا الإطار إن الاقتصاد المصري، وهذا ليس شكرا وليس لمجاملة، لكن الاقتصاد المصري حقق طفرات بثبات في عدة مجالات. عشان أجعل سؤالك على تأثير الفيدرال ريزيرف أو سعر الفايدة، الاقتصاد المصري كان في ثبات كبير جدا ومنها ارتفاع حجم الصادرات الصناعة. الصناعة مهمة جدا بالنسبة لأي اقتصاد، بتدي نوع من الثبات
ويمكن الاقتصاد الصيني احد عوامل الثبات اللي فيه او احد عوامل القوه اللي فيه أن الاقتصاد يعتمد على الصناعه. طيب القطاع الصناعي بنهايه 2023 كان حجم اسهاماته كان في الاقتصاد الاجمالي الكلي في مصر في يعني في حجم النمو الاقتصادي كله اسهم بكام، وايضا على صعيد الصادرات المصريه كان له النسبه كام برضه كخبير اقتصادي؟ صادراتنا المصريه وصلت لحوالي 39 40 مليار دولار، وده رقم كبير جدا. ويمكن تفتكر احنا كنا يعني في 15 سنه الماضيه كان حجم صادراتنا كان حوالي 20 21 مليار، يعني احنا بنتكلم في الدبل، بنتكلم في ضعف ان الصادرات المصريه يعني تخرج الى الاسواق بضعف الحجم. ده كمان في ظل تحديات ارتفاع سعر الدولار، في ظل التحديات الخارجيه اللي موجوده، في ظل تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي. هتقول طيب وايه علاقته بالاقتصاد المصري؟ لا، الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي. لما ينخفض الاقتصاد العالمي من 6% الى 3% ده لازم يجر وراء انخفاض في جميع الاقتصاديات وليس فقط في مصر. لكن احنا الحقيقه العكس، احنا كنا لو تفتكر معايا احنا كنا في ازمه كوفيد، كنا 18 دوله من 18 دوله على مستوى العالم اللي حققت نمو ايجابي. صادراتنا تضاعفت الى حوالي رقم ال 40 مليار، هنوصل لرقم 40 مليار. السيد الرئيس تكلم على حلم ال 100 مليار ان احنا نوصل لهذا الرقم. فالحقيقه صادراتنا يمكن الصناعيه وقطاع الصناعه انا بعتبر انه من اهم الانجازات التي حدثت في 2023. لكن في رايي الشخصي ك يعني محلل اقتصادي او مراقب للاقتصاد، في نقطه مهمه جدا لازم نتكلم عليها قد لا يراها المواطن الحقيقه، لانها خاصه بالمؤشرات الاقتصاديه. واحنا في ظل ازمات موجوده، الازمه مع اثيوبيا، ازمه غزه، الازمه الروسيه الاوكرانيه، ارتفاع، ودي نقطة مهمة قد لا يتحدث عنها الكثيرين، ان احنا عندنا تهديدات أمنية، ده بيتطلب ان انت تنفق زيادة على التسليح العسكري وعلى الموازنة العسكرية، وفي نفس الوقت ان انت تنفق على التنمية. سيناء على سبيل المثال 700 مليار وليس مليون جنيه مصري انفقت على سيناء. فانت عندك انفاق في مشروعات قومية، عندك انفاق في تسليح عسكري، عندك انفاق في بنية تحتية، عندك مصروفات في مشروعات قومية بتتكلف بالمليارات. في نفس الوقت انت بتحقق نمو اقتصادي وارتفاع في الصادرات، ودي نقطة الحقيقة مهمة، ان انت يعني عندك تهديدات او عندك مش عايز اقول مشاكل، لكن عندك اشكاليات وعندك كثير من الاشياء التي تعوق نمو او اي دولة، ولكن في نفس الوقت انت ما زلت بتحقق نمو اقتصادي لا بأس به. صحيح 3-3.5%، البنك الدولي يتكلم عن ان احنا ممكن نطلع على 4%. احنا كنا وصلنا بالمناسبة في 2018 قبل أزمة كوفيد الى 6.5%، كنا بنتكلم على 7-8%، لكن طبعا الظروف الدولية اللي حواليك هي اللي بتتحكم في كثير من الأداء الاقتصادي بتاعك. شكرا لك دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. وتنضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. دكتورة غادة أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين، كلهم حضرتك بخير. دكتورة غادة، كان هناك العديد من الأزمات السياسية عالميا وكانت لها تداعيات، وكانت مصر يعني في قلب الحدث أو كانت عنصرا هاما في التعاطي مع هذه الأزمات العالمية والإقليمية أيضا، أبرزها طبعا ما حدث منذ 7 أكتوبر 2023 والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كيف ترصدين التعامل المصري مع هذا الموقف في عام 2023، خصوصا أن مصر كانت في هذا الوقت وما زالت قبلة للعديد من قادة وزعماء العالم للنقاش وللحديث مع القيادة السياسية حول سبل إنهاء الأزمة وحل المشكلة؟ يعني نقدر نقول ان الدولة المصرية في الدبلوماسية والعلاقات الخارجية للدولة المصرية استعادت دورها من التوازن الى يعني اصبح للدولة المصرية دور التأثير، يعني استعادت قوتها ما بين دول العالم واصبح لها تأثير ورأي للدولة المصرية مستقل، وتستطيع ان تتخذ قرارات وان تضع خطوط حمراء للدولة المصرية. نقدر نقول ان الدولة المصرية الدبلوماسية السياسية المصرية الحقيقة اتخذت عدد كبير من النقاط الهامة وتجاوزت آفاق الدبلوماسية التقليدية، فأصبحت الدبلوماسية المصرية تعمل في الدبلوماسية على المحور الاقتصادي والدبلوماسية السياسية، حتى الدبلوماسية على مستوى المناخ أو دبلوماسية مناخية. نقدر نقول يعني ختاما لعام 2023 كانت قمة النجاح للدبلوماسية المصرية في مشهد الانتخابي
للمصريين بالخارج. يعني المصريين بالخارج بيتخطى عددهم تقريبا 14 مليون مواطن مصري، والدولة المصرية بتعمل على هذا الملف بقوة وبتعمل دائما على رعاية المصريين بالخارج، وظهر هذا المشهد طبعا والنتيجة في المشهد الانتخابي. بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية، استطاعت مصر أن يكون لها دور محوري وكبير وهام في العقود الأخيرة، وطبعا بالأخص في عام 2023 بانضمام الدولة المصرية لتكتلات اقتصادية وبروزها في الدور التعاوني والشراكة لعدد كبير من الدول على مستوى العالم. وطبعا أهم هذه التكتلات في 2023 كان انضمام مصر للمجموعة الاقتصادية بريكس، وكان هذا الحدث أيضا يعني أعطى لمصر إعادة التوازن وإعادة التأثير بين القوى العالمية. بالنسبة للدبلوماسية السياسية، وطبعا كما حضرتك تطرقت إلى القضية أو قضية غزة أو القضية الفلسطينية، فبالطبع يعني القضايا العربية والإقليمية هي القضايا التي بتهم الدولة المصرية في الشأن الأول، وتعمل دائما على الحفاظ على الأمن القومي الإقليمي، وذلك حفاظا أيضا على الأمن القومي المصري. بالنسبة لقضية غزة، بتعمل الدولة المصرية جاهدة منذ اندلاع طوفان الأقصى، بل بالعكس قبل اندلاع طوفان الأقصى بتسعى دائما أن تعود هذه القضية لريادة أو تصدر المشهد في المسرح الدولي، وأن تحل بالطريقة العادلة. وعملت دائما القيادة السياسية المصرية والدبلوماسية المصرية حتى الآن ومنذ اندلاع طوفان الأقصى بجهود حثيثة وقوية جدا مع جميع دول العالم من أجل حل هذه الأزمة والوصول إلى حل عادل والحفاظ على القضية الفلسطينية. ولا ننسى أيضا الشأن الليبي والشأن الفلسطيني. طب قبل أن نتطرق إلى أكثر من شأن وملف على هذا الصعيد، وقبل أن نمر مرورا سريعا في هذا الإطار، دكتورة غادة، لو نود الحديث أيضا عن عودة العلاقات المصرية التركية، وإلى أي مدى تسهم هذه العودة في تعزيز العلاقات بين دولتين وشعبين عريقين، وأيضا في حل كثير من أزمات ومشكلات المنطقة إقليمية. بالطبع يعني الدبلوماسية المصرية اتخذت نهجا واضحا منذ عام 2014 الحقيقة وحتى الآن، وهي تعزيز التعاون والشراكة مع جميع دول العالم، وبالطبع أن تكون الشراكات مع الدول العربية والإسلامية لها الأولوية في هذا التعاون مع الدولة المصرية. نحن نتحدث عن بعض الدول التي كان لها علاقة نوعا ما في الصعود والهبوط ما بين العلاقات الدبلوماسية المصرية وهذه الدول، ولكن استطاعت القيادة السياسية المصرية الدبلوماسية المصرية أن تعيد بريادة التعاون ما بين هذه الدول. نتحدث عن تركيا، نتحدث عن قطر، نتحدث عن العديد من الدول يعني التي استعادت بقوة الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية الدبلوماسية المصرية التعاون مع هذه الدول. طبعا ده لتعزيز الأمن القومي المصري ولتعزيز التنمية الشاملة التي تسعى إليها دائما الدولة المصرية، وأيضا للمصلحة المتبادلة ما بين هذه الدول، ولتعود يعني الدول العربية مرة أخرى لقوتها، والعمل دائما على أن تكون هناك قوة حقيقية عربية، وتسعى دائما الدولة المصرية لوجود هذه القوة حقيقة ما بين المجتمع الدولي. نحن نعلم جميعنا أن الدولة المصرية استطاعت أن تضع خطوط حمراء تحافظ على الأمن القومي المصري، وفي نفس الوقت تعميق وتعزيز الشراكة مع جميع دول العالم، وبالطبع أن تعود العلاقة مع الدول العربية والإسلامية لطبيعتها ولقوتها، أعتقد ده كان من أولوية للدبلوماسية المصرية، ونجحت بقوة أن تعيد هذه العلاقات ما بينها وما بين جميع دول العالم. بعودة العلاقات المصرية التركية، إلى أي مدى يسهم هذا أو يعزز هذا من فرص يعني أن يكون له تأثير إيجابي على بعض الأزمات كالأزمة الليبية على سبيل المثال؟ بالطبع يعني اولا الازمه الليبيه، يعني نتذكر جميعنا ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم واعطى لهذه الازمه اهتمام كبير في حل القضايا الليبيه بطريقه يعني حل الشان. نتحدث عن قمه كانت الوضع الليبي يعني نتذكر جميعنا بترفض السياسه المصريه التدخل الخارجي في شؤون الدول الاخرى، وهذا ما استطاعت ان تطبقه بقوه فعلا في الأزمات. بالنسبة للتعاون المصري التركي، طبعا ده هيدينا نتيجة إيجابية في القضايا الإقليمية، أن يكون يعني إنهاء جميع نقاط النزاع والخلاف ما بين هذه الدول يؤدي إلى ثقل المنطقة وإلى التعاون لحل هذه القضايا، وأن تكون جميع القضايا الداخلية تحل بطريقة من داخل الدولة نفسها دون تدخل شأن أو أطراف خارجية. وده ما توصلت إليه بالفعل الدولة المصرية،
وما اقتنعت به وتوصلت إليه أيضا الدولة التركية، والتعاون بين البلدين أصبح وبات واضحا في عديد من الأمور والأزمات الإقليمية، وأعتقد هذا التصرف يعني هو الأمر الطبيعي والأصح. طيب دكتورة غادة، أيضا من مما حدث أو من الأزمات التي كانت قد حصلت ولها تداعيات أيضا على الأمن الإقليمي هو ما حدث في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كيف تعاطت مصر مع هذا الملف وهذه الأزمة خلال 2023؟ بالطبع يعني تصدرت الدولة المصرية المشهد في حل أزمة السودان، وطبعا ده يعني بطبيعة أنها من دول الجوار وحفاظا على الأمن القومي السوداني وبالتالي الأمن القومي المصري، وسعت دائما الدولة المصرية أيضا لحل هذه القضية بطريقة آمنة وعادلة بدون تدخل أطراف خارجية وشؤون خارجية لدولة السودان، وتعمل إلى الآن أيضا الدولة المصرية بجهود دبلوماسية قوية لدعم هذه القضية، ولا ننسى أبدا الدور المصري الرائد باستقبال المواطنين السودانيين داخل الدولة المصرية بأعداد كبيرة، واستطاعت الدولة أن تستوعبها وأن تعمل على ضيافتها بطريقة